الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. شوط ينتهي وشوط يبدأ، وانطلاقات تتجدد وحضور جميل. وها نحن وإياكم قد وصلنا إلى سن الكبار، سن المتعة والإثارة والإبداع. فيه من المنافسات ومن الشعارات الرائعة ومن المضمرين الأبطال الذين يحضرون بحضور مميز وجميل ورائع يناسب هذه الانطلاقات الرفيعة. نسير بحضراتكم قبل لحظات بسيطة، وأعلنت انطلاقة الشوط الثامن والذي يختص بفئة القعدان الثنايا، والمسافة هي 5 كيلومترات. لنبدأ بالتعرف على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. الصدارة مع عجلان لهجنم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتواجد على البداية ويتقدم على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى الاسم الثاني وإلى المركز الثاني. هنالك ضامي لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتواجد ويتقدم على المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث لكي نتابع الحضور والتقدم من قبل تيار بشعار وانطلاقة سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني جابر بن علي بن جابر بن جرحب يتواجد مع المركز الثالث الحاضر بكل قوة مع انطلاقة اسمه وشعاره المميز على ثالث الأسماء. المركز الرابع نتابع انطلاقة مبهوج لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع يتواجد ويتسلل إلى المركز الثالث، حيث الانطلاقة من قبل رابع المراكز. وذكرنا انطلاقة تيار. النقلة إلى المركز الخامس، نتأخر قليلا لكي نتابع شعار هجن الشحانية والذي يتواجد بتقديم هذا البطل سالم بن جابر بن فاران مع المركز الخامس، يقدم لنا واضح على خامس المراكز. هكذا هي الانطلاقة وهكذا هو النداء الأول الذي أتممناه على مسامعكم. لنا مع هذه الانطلاقات ومع هذه المجريات ومع هذا الحضور بعد ذلك نعود مجددا إلى الصدارة وإلى الانطلاقة الأولى لكي نتابع البداية مع انطلاقة عجلان على البداية وعلى الصدارة الأولى لهجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتواجد على البداية يتقدم مع المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث الانطلاقة من قبل ضامي الحاضر والمتواجد لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، أيضا يلقب بالحوت، الذي يتواجد مع المركز الثاني والثالث. بينما المركز الرابع الحضور من قبل واضح لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران الشبل مع المركز الرابع. المركز الخامس انطلاقة صامل لهجن أم الزبار بقيادة محمد بن بخيت بن برقان، حضور ذلك البطل الصارم وتواجده في هذا السباق يأتي لنا بانطلاقات عديدة وإنجازات مديدة. يتواجد بها ذلك الرجل البطل الصارم على خامس المراكز. هكذا أعلنا، هكذا أتممنا وشاهدنا واستمتعنا وحضرنا معكم النداءات والحضور الجميل والرائع. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية الأولى لكي نتابع. نتابع انطلاق الضامي على البداية وعجلان، عجلان على البداية وعلى الصدارة الأولى لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الذي يتواجد على البداية، يتواجد على المركز الأول 1.5 كيلو الباقي والمتبقي من زمن وعمر هذه الانطلاقة. فلكي نتابع وإياكم
معكم تسللا واضحا وانطلاقا من قبل هذا البطل القادم هو ضامي لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد يتسلل على المركز الأول. نتابع الحضور الملحوظ من قبل انطلاقة الميزان لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يدفع لنا باسم جديد يتواجد بمهاراته العالية وبحضوره الرائع على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع الحضور من قبل صامل بشعار وانطلاقة هجن أم الزبار محمد بن مخيت بن برقان مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك التواجد من قبل مبهود لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. العودة وإياكم إلى الصدارة، العودة إلى البداية لكي نتابع الصدارة والانطلاقة الأولى من قبل هذا البطل الذي يتواجد على البداية ويتقدم على المركز الأول. الميزان بوزنه الثقيل، الميزان بانطلاقته الثقيلة، الميزان بحضوره الكبير على البداية وعلى الصدارة لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. صامل من يأتي بهذه الصملة يتواجد بانطلاقة هجن أم الزبار محمد بن مخيت بن برقان. المركز الثالث ضامي لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذا منافسة كبيرة رائعة، يا سلام من هذا الانطلاق الرائع. وصامل صامل 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 بالوجود، صامل بانطلاقاته، صامل بحضوره المميز، والصارم صامل بانجازاته المميزة من خلال هذه الأيام التي مضت والتي تحضر بانطلاقاته مع المركز الأول. تهانينا والف مبروك مع حضور صامل لهجن أم الزبار وبقيادة محمد بن مخيت بن برقان. المركز الثاني كان الحضور والتواجد من ضامي لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث كان الحضور من قبل ميزان لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، بينما المركز الرابع نتابع وإياكم انطلاقة الميزان أو عجلان لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، بينما تواجد المركز الخامس نتابع من خلال هذه الانطلاقات. المركز الخامس تاجر لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نعود وإياكم إلى توقيت صامل 8:09 9 أجزاء من الثانية. التهنية موصولة لمن قاد لنا صامل محمد بن مخيت بن برقان ضامي ثانيا لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. 8:09 83 جزء من الثانية، بينما تواجد المركز الثالث فحضر الميزان لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. 8:10 و13 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الثالث.